الهيئة السعودية للسياحة تستعرض مدينة الحضارات والأساطير العلا اللي يعني أجمل أماكن اللي شفتها في حياتي بمجموعة من التجارب السياحية بين معالمها. هذه الطنطورة، هذه أحد المعالم الشهيرة في العلا وتاريخها. ما في مكان بهالجمال وروعة طبيعتها. كمان حنعرف الفائز بالجائزة النهائية، وستقدم جوائز قيمة لأفضل الثلاث فائزين من تجارب هذا الموسم. صراحة فاجأتنا العلم. كرام الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على MBC 1.